ازيك يا مرسي؟ والله ما خدت بالي منور المحل يا فندم. قاعد بعيد ليه؟ ما تيجي تقعدوا معايا هنا شويه كده يا باشا بيه، اصل في مشكله صغيره هحلها واجي اقعد مع سعادتك. مشكله ولا موجود يا مرسي؟ لما نشأة الكشف يكون موجود في حته يبقى ما فيهاش اي مشاكل. لا اصلا المشكله هايفه، احنا شايلين سعادتك للمشاكل الكبيره كده. مع اذنك ما تزعليش نفسك، الفرص بتروح وتيجي. انا مش زعلانه على الفرصه اللي راحت يا استاذ مرسي، بس زعلانه على الشحطات اللي انا فيها. صعبه الاثنين بالليل ومش عارفه انام فين. هتفرج هتفرج من اوسع الابواب. تحت امرك يا استاذ مرسي. ما شفتش الاستاذ علي عيسى؟ ما هو قاعد على البار هناك. اي فرجه يا ستي، لقينا اللي هيحل المشكله. شوف هتشرب ايه. اشرب ايه يا فندم؟ انا هستناك لما تعرف. براحتك. خير يا مرسي. البنت دي مالها؟ هي من اسكندريه، كانت جايه في مصلحه وما قضيتش وملهاش حد هنا، عايزه بيتها في القاهره ومش عارف، معهاش بطاقه. اذا كان انا نفسي معيش بطاقه. انت معروف يا استاذ عادل وليك معارف كتير في القاهره. مرسي انا ما بحبش حد يستقربني. مين البنت دي بالظبط؟ دي رقاصه جديده، ست شهير زغلولي اللي انا بشتغل في فرقتها، جالها دور انفلونزا، طلبت مني ان اجيب لها حد يرقص بدلها كام يوم لحد ما ترجع لها صحتها. انت رايح جاب البنت دي؟ المسكينه حضرت نفسها ولبست بدله الرقص ولسه هتخش النمره، واذا بالست سهير تطب، هي شافتها من هنا وزرجنت. انت راجل اهبل يا مرسي. سهير زغلول بتاعتك دي مش لو عندها في الونزة، لو عندها نازله معاويه برضه هترقص. ما تخليش الغزال الاسكندراني بتاعك ده يهز وسطه هزه واحده. والله عندك حق يا استاذ عادل. طب يا مرسي اي لقنده تعجبك هسكنك فيها. ربنا يخليك يا استاذ عادل. الحمد لله المشكلة اتحلت. والله يا فادية لولا شقتي صغيرة وعندي عيال كتير أنا يمكن كنت أوافق إنك تنزلي في القندات أبدا. أنت كنت بتكلم مين؟ ده الأستاذ علي العيسى الصحفي، جدع طيب وخدوم وعارف الناس كلها الكبير والصغير. أنت هلدية يا مرسي. نشأة بيه حاشا لله حد يقدر يهينك. نشأة بيه الكاشف. بص وراك يا أستاذ عادل. إيه حصل إيه؟ نشأة الكاشف نقل على ترابيزة مرسي والبت. انت ما تعرفش ان احنا عندنا خمس مقندات ولا ايه؟ والله يا نشأة بيه ما كنت اعرف. مرسي ده راجل وحش، الزار عليه هو اللي كان جايب البت دي للواد نشأت، ولما شافك اتكسف وعمل الشويتين بتوعه. راجل بلاش تظلم الناس. دلوقتي تشوف. انت عارف ان انا بعز الفنانين قوي وبحبهم، وضيوفك هما ضيوفي يا مرسي. يلا بينا. شفت استاذ عادل نشأت بيه الكشف حل المشكله و خلاص يا مرسي. ما هو طلع عندهم لوكندات كمان. قلت خلاص يا مرسي. لا مؤاخذه الانسه مش حبات في المطبخ. ما حبيت فين؟ في شقه جاهزه في المطبخ اكيد هتلاقي فيها راحتي. الحكايه مش مستاهله، كلها ساعتين زمان وهتركب القطر. يا ريت تسيبني على راحتي يا نشأت، انا عاوزه اللوكندا. اللوكاندا مش من مقامك ولا من مقام ضيوفك. أظن هنا هتبقي على راحتك. أصل لوكندات الأيام دي محدش بيعرف ينام فيها. ألف شكر يا نشأة بيه. العفو، على إيه؟ عن إذنك. أنت شايفة كده؟ أنت واقف كده ليه؟ هو إحنا مش هننزل؟ هننزل طبعا. بقول لك إيه؟ خد دول اركب بيهم تاكسي. أركب تاكسي ب 100 جنيه وتشتري شوية حاجات لعيالك وأنت مروح. فهمني طبعا يا مرسي.
فادية فادية تعالي يا بنت هننزل تاني. انت اللي هتنزل لكن هي لا. انا مش زي ما انت فاهم انا شاب بيه ولا البنت من اياهم عيب كده. يلا يا فادية. بقول لك يا مرسي بلاش تعمل شريف عليا لحد كده وكفاية. انا شاب بيه. جاهزة يا فادية؟ جاهزة يا استاذ. خش جوه يا بنت. وانا بقى تخلم عليك الناس. نعم يا روح امك. وايه اللي دخلك هنا؟ صوتي كده وريني هتعمل ايه وانا البسك قضيه؟ انت كده بتهزقني يا نشأة بيه. وفيها ايه لما تهزق؟ ما انت طول عمرك مهزق. يلا روح لعيالك. انا لا يمكن اخرج من هنا. انا معايا البنت الاول. سيبه من مجرم حقتلك. ايه ده؟ قتلك. يا جمال تعالي هنا. اوعى تعمل ايه يا نشأة بيه؟ بتعمل ايه مش كده؟ يلا يلا توفي الكلب. ربنا معانا يا فادية ما تخافيش. استاذ مرسي سويفي نسي كمان بتاعته؟ لا يا بيه ده قال له نجح حاله. هو البوليس ماله هاج مره واحده كده؟ مش عارف. الزر عيال حراميه كسروا المحل بتاع الجوارج اللي تحت ده. لا المساله اكبر من كده. قصيتها كتير. الناس كبرت خلاص. اللي في كده قال لهم وعليهم. انت عادي بس يا ست سميرة. اللي عايش شعر راسه يشوف صحيح يتفرج على شفت بقى؟ ايه؟ حساب يجمع. راح فين؟ هشيب شعر راسي. راجل مفتري كان سايق وهو سكران دهس ست وراجل. الراجل تعيش انت والست يا عالم. حد خد النمره؟ ابدا. فين يا محترم؟ لحظة واحدة من فضلك. أنا متهيألي أعرف القتيل. ها تعرفه؟ أعرف. نفسك يا حبيبي. لا انت اول واحد عمل حادثه ولا اخر واحد. حد شافك؟
الشارع كان فاضي. يعني محدش خد نمرة العربية ولا عرف لونها ولا ماركتها؟ ما افتكرش يا بابا. والحادثة دي حصلت فين؟ في وسط البلد. وكنت سايق على سرعة كام في وسط البلد؟ جرايه يا فهم، انت هتحقق مع الولد؟ مش كفايه الحاله اللي هو فيها؟ خليني اعرف كل حاجه عشان اقدر اتصرف. ايوه بس ما تكبرش الحكايه بالشكل ده، ده كل يوم في عربيات بتدوس ناس وطيارات بتقع بناس. اسمع، روح غير هدومك، خد عربيه تانيه وروح اسهر عند يوسف مهران وما تجيش الا الصبح. حاضر. هو الولد حمل السهر، مش كفايه اللي حصل له؟ الحكايه مش سهله يا حياتي، اظن ما قد سهرته في بيت محترم في وسط ناس احسن ما يبات في الاسم سهران وسهرنا معاه. مين؟ نشأة الكاشف، ابن فهم الكاشف بتاع مؤسسات الكاشف، رجل الاعمال المعروف ده. يعني المبني عليه والمبني عليها خرجوا من الكافيتيريا مع نشأة الكاشف؟ ايوه. كانوا راكبين معاه نفس العربيه اللي هو راكبها؟ ايوه، بس الغريب ان الكاشف ما ظهرش بعد كده خالص. طب مش جايز يكونوا اصطادهم ومشي هو؟ والله جايز. حضرتك الضابط، انا عندي اقتراح. حضرتك لازم تستدعي نشأة الكاشف دلوقتي حالا. وليه حالا يعني؟ هو متهم؟ ده مجرد شاهد زي حضرتك بالظبط واخواله ملهاش اي لازمه. اصل جايز يكون شايف العربيه اللي عملت الحادثه. وفي الحاله دي يبقى شاهد مهم واخواله ليها لازمه، ونلحق ندور على العربيه قبل صاحبها ما يعرف. في ايه يا ربيع؟ حضرة الأمين بيسأل نشأة بيه. أهلا حضرة الأمين. خير؟ أنا فهم الكاشف والد نشأت. أهلا يا فندم. إحنا كنا عاوزين الأستاذ نشأت علشان ناخد أقواله في حادثة عربية. ونشأت له علاقة بالحادثة دي؟ ما أظنش يا فندم، لكن اسمه ورد في محضر التحقيق واحتمال يكون شاف الجاني. أعلمه هو سهران في بيت عائلة صديقة، وما أفتكرش إنه ساب السهرة وراح حتة تانية. طيب ممكن سيادتك تدينا عنوان المكان اللي هو موجود فيه؟ طبعا طبعا. يا ربيع، ورقة وقلم عشان أكتب العنوان لحضرة الأمين. إحنا تحت أمر القانون. نشأة بيه يا فندم كان سهران عندي من الساعة 9:30 وما خرجش لغاية ما حضرة الأمين جه وطلب. الكلام ده صحيح يا أستاذ نشأت؟ فعلا يا فندم. أنا كنت سهران الليلة دي بالذات عند يوسف بيه. أصل الحقيقة يا فندم كنت عامل حفلة بمناسبة عيد جوازي. وما خرجتش خالص. ما خرجتش خالص؟ خالص. ولا رحت كناريا؟ أنت بتسألني ليه؟ هو ظابط مباحث. انا مش فاهم يا فندم، هو بيتدخل ليه وباي حد بيتكلم؟ انا شاهد زي زيك بالظبط، بس انا شاهد عدل. حضر الظابط، انا مصر على كل الاقوال اللي قلتها في المحضر. الاستاذ نشأت الكاشف كان في كافيتيريا كناريا، وخرجوا معاه المبنى عليه والمبنى عليه، ومش انا بس اللي شفته، الجرسون والبرمان هم كمان شاهدين زيي. خير. بعد اذنك كده بس كلمتين على المشي. انا والمحل تحت امرك. شكرا. اتفضل. تعال. تحت امرك يا فندم. شفت الاستاذ نشأة الكاشف هنا الليله؟ بصراحه ما خدتش بالي، الشغل الليله كان كتير. يعني تعرف الاستاذ نشأة؟ طبعا يا بيه، ده زبون معروف. وانت فندم شفت الاستاذ نشأة هنا الليله؟ اظن كان موجود انت امبارح. انا بقول الليله. الليله دي انا ما شفتوش. انا مصر على اقوالي حضرة الظابط، نشأة الكاشف كان موجود هنا الليله دي وكان قاعد على الطرابلس في الباب. يوسف انت ساكت ليه؟ انا باكل يا استاذ عادل. انت يا بني ادم شفت الاستاذ نشأة الكاشف هنا الليله؟ سعاده البيه نشأة بيه زبون صاله مش زبون بار. يعني شفته في الصاله؟ انا ما بشوفش غير زباين بتوعي بس. يسري انت شايفه معايا هو خالد وكان معاه مرسي السويفي والبنت. يا عادل بيه، يا عادل بيه، انا ابعد بالبار بمتر واحد ما بشوفش، نظره ضعيف على قدي. انا عايز افهم انت ليه مصر انك تخرج نشأة بيه بالقضيه دي؟ اللي انا عايز افهمه بقى ليه نشأة الكاشف بيه بتاعك ده بينكر وجوده هنا مع انه كان موجود؟ يا سلام، يعني انت بتصدق واحنا كذابين؟ ده طلعت مين عشان تكذب؟ اطلع زي ما اطلع، وكلمه زياده مش عايز. نشأة الكاشف كان موجود هنا وخرجوا معاه البنت ومرسي السويفي. مش ممكن. ايه نشأة بيه اللي في رقبتك ده؟ انت كنت متخانق ولا ايه؟ ايه الخربوش ده؟ اولا مش من حقك تسأل،
ثانيا يا اخي اعمل اعتبار لحضرتك الظابط. خلاص اساله انت وحضرتك الظابط عشان يبقى السؤال رسمي. جاوبوا يا نشأت بيه عشان نخلص. يا سعادة البيه انا فاهم حضرتك الحكايه. نشأت بيه كان بيلاعب القطط سيامي بتاعت مراتي، سيجارته لسعتها، القطط فزعت، حصل الخربوش. خربوش سيامي يعني؟ ايوه سيامي. يلزم خدمه ثانيه يا فندم؟ لا شكرا، اتفضلوا معايا على الاسم نستوفي المحضر. والنيابه بقى هي صاحبه التصرف.